استراتيجية في التخطيط والسعي لخدمة المجتمع جعل منها مفخرة وطنية تجذب الأنظار، فيرتادها بين الحين والآخر مسؤولون من مختلف الجهات الحكومية. إنها مشاريع العتبة العباسية المقدسة التي نفذت للمساهمة في إثبات الهوية العراقية بشتى الجوانب، إذ قامت مؤخرا مديريتا دائرتي المجاري والتخطيط العمراني في كربلاء مع وفد مرافق لهما بزيارة لبعض منها للاطلاع عليها. اليوم كنا في جولة اطلاع على البعض من مشاريع العتبة العباسية المقدسة، المشاريع الخدمية والمشاريع الاستثمارية. وجدنا هناك مشاريع مفخرة للصناعة العراقية وتباهي الصناعة الأجنبية ولله الحمد. اطلعنا على حجم البعض من هذه المشاريع وليس كل المشاريع، ووجدنا بأنها مشاريع خدمية ومشاريع استقطبت آلاف العاملين وبالنتيجة آلاف العوائل الكربلائية وغير الكربلائية. حقيقة لقينا في شيء متميز اللي هو صراحة احنا أول ما نطلع عليه، يعني احنا من الناس اللي بكربلة ما أول ما نطلع عليه، فتجربة جدا ممتازة تميزت يعني دقة المعلومات، تميزت بالإنتاج الجيد، والشيء اللي لاحظنا كل اللي موجود هنا أيادي عراقية تعمل، ماكو أيادي أجنبية، فالتجربة جدا ممتازة ويا ريت احنا تتوسع بعد أكثر وأكثر. زيارة أجري من خلالها جولة ميدانية للمشاريع الخدمية والصناعية والزراعية المتفرقة، وتم بيان شرح تفصيلي للزائرين من قبل القائمين على تلك المشاريع التي أتاحت فرصة لتشغيل الأيادي العراقية إلى جانب مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي. تم توجيه دعوات رسمية إلى مدراء الدوائر في محافظة كربلاء المقدسة، البلدية، التخطيط العمراني، الماء والمجاري، الكهرباء، كل الدوائر، مديرية الزراعة كذلك. فاليوم إن شاء الله الجولة بها مدير مجاري كربلاء ومدير التخطيط العمراني. الجولة شملت كل المواقع اللي تابعة العتبة العباسية المقدسة، المدارس اللي تعود تم إنشاءها، العائدة للتربية والتعليم، هذا معمل واحة حاليا اللي موجود بين بي اللي إنتاج أعلاف الدواجن، كذلك إلى زيارة إلى مشاتل الكفيل، زيارة إلى مجموعة المصانع اللي موجودة في سقاء 2 وسقاء 3 وسقاء 4، وزيارة المزارع، زيارة معمل خيرات الجود، كل المواقع اللي تابعة للعتبة. حقيقة الأخوة السادة مدراء الدوائر أبدوا إعجابهم بالنشاط الكبير اللي تقوم به العتبة العباسية المقدسة. تأتي هذه الزيارة بين سلسلة الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في الجهات الحكومية لمشاريع العتبة المقدسة التي تمتاز بمعايير الجودة المحلية للاطلاع عليها عن كثب، كونها بارقة أمل في رفع الاقتصاد العراقي.